القلقلة إلي بروبسي قلقلة. ما تعريف القلقلة لغة واصطلاحا؟ كاكو غلاسي دفينيتيا قلقلة ويزيكو إي ترمينولوجي. لغة التحرك والاضطراب ويزيكو ريتش قلقلة وزناتشاوا تحرك داخلي بوميراني بوكريتاني والاضطراب نستابيلنوست إي نمبرنوتشو. واصطلاحا أو ترمينولوجي وزناتشاوا قوة اضطراب صوت الحرف عند النطق به ساكنا في مخرجه حتى يسمع له نبرة قوية. كاجي بيست توي سناجنا نبرنوتشا إلى نستابيلنوست غلاسا نكوك سلوة كدا سيزغوارا دوك يون سسكونم إيتو ونيغوم إزهديشتو حتى يسمع له نبرة قوية سدو تيميري دوك مسانيتشو يياك أتكاكاني. ما حروف القلقلة وما مثالها؟ كويا سوتو سلوة قلقلة إكوي سنيني بريميري. حروفها خمسة يجمعها لفظ قطب جد. بوستي بيت حرفوها أوك برافيلا كويا سو إلي كويا سو ساكو بلانا و إزغورو قطب جد داكلي قاف طا با جيم إدال. فيجب اهتزازها وتقلقلها عندما تكون ساكنة. بيا أوبا فيزا داس إسبولي إي إسبوستافي إي داس نابرفي قلقلة نادنما كدا بودو ساسكونم حتى يسمع لها نبرة كاكو بيسا تشولو أسكاكاني تي سلوفا بريلكم إزغورا مثل قو بريميرو الفلق أوق يا قلقلة. ما أقسام القلقلة؟ ورستة إلي بوديلا قلقلة تنقسم إلى قسمين ديالي سندفية ورستة بوديدا صغرى إلي مالا قلقلة، وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة في وسط الكلمة. إيتو سدسي كدا بودي حرف قلقلة سسكونم إيتو أسرديني نكريجي مثل قو بريمرو خلقنا خلقنا فيديم دوشو قاف كوية اد حرف وقلقالي سسكونم علي أسردين ريتشي. أو في وسط الكلام إلي أسردين نكو غورة مثل كاو بريميرو لم يلد ولم يولد فيديم دوشو حرف دال كوية سسكونم أوني اد حرف وقلقالي دوشو سسكونم إتو أسردين غورة. درغا ورست القلقالي يست كبرى، وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة آخر الكلمة. إتو سيتواتي كدا دوجو حرف القلقلة سسكونم إتو نكرايو ريجي كاو بريمريما اختلاق اختلاق داكلي أي يكون اهتزازها ونبرها أكثر من الصغرى تاكو دا چنينو اسكاكاني بيتي ويچي إياچي نغو شتو يتو بيلو او مالو القلقلة. الأمثلة بريمير إذا قلقالوا إمامه إذا حرف قاف يقتلون يقتلون يقدرون إي فرست قلقالة يمالا إذا توشتو يدوشو حرف سسكونم إي تو سردين ريتشي إذا سلاو الطاء لوط محيط ova vrsta kalkale je velika ili kubra kalkala zato što je došao harf ta sa sukunom i to na kraju riječi. Za slovo ba raqib raqib athaqib athaqib. Za slovo džim alburuj bahij. ذا سلوة دال الموعود أحد أحد.